السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلتي فكر تاني، أنا دكتور كريم علي. السجاير جات لي ألاف الرسائل، يا دكتور كلمنا عن السجاير. فكرت بيني وبين نفسي تكون الحلقة الأخيرة كهدية مني للمتابعين، للمدخنين وغير المدخنين، قبل رمضان 2019. أنا مش هقول السجاير غلط، ومش هقول السجاير حرام، ومش هقول السجاير بتجيب سرطانات، لأن الكلام ده قتل بحثا وقتل كلاما وتقل ناس كتير وما أثرش. أنا وظيفتي في هذه الحلقة اللي يسمعها المدخنين وغير المدخنين كطبيب، وظيفتي كواحد يعرف حاجة، ورسالتي إن أنا ببلغ اللي أعرفه للناس. هقول لك ما لا تعلمه عن السجاير، اللي بيخبوه عليك عن السجاير، لو أنت عاوز تبطل سجاير خطوات بسيطة. حلقة جديدة، عدى دلوقتي 47 ثانية من هذه الحلقة، مات 7 بسبب السجاير. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. انا هحط نفسي النهاردة مكان ان انا ببيع لك سجاير، عايزك تدمن السجاير بتاعتي. انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي ضدك، او انا بمد ايدي في جيبك باخد فلوسك، وبمد ايدي في جسمك باخد صحتك. انا بفكر ازاي وبعمل ايه، وايه الحاجات اللي مش عايزها توصل لك. النهاردة هديك اللي انت ما تعرفوش، اللي محدش عايز المعلومات دي توصل للعامة، اللي بيتصرف مليارات الدولارات عشان الكلام ده يفضل مستخبي. انا هوصله لك النهاردة. السيجارة دي مش هقولك ان هي فيها غاز بيوتان وميثان وزرنيخ وامونيا، ومش هقولك الكلام ده دلوقتي. انا هفصص لك ازاي انا كصاحب تجارة بكسب مليارات، ازاي اخلي واحد عارف ان السجاير مضرة ما يبطلهاش، عارف انها ممكن تسبب الوفاة، وبتسبب كل دقيقة 7 وفاة بسبب مضاعفات السجاير، وبرضو خليك تدخنها. انا بفكر ازاي، وده اللي هيفيدك. اول حاجه، غير ان هي مليانه مبيدات حشريه والزرنيخ والفوسفور عشان يموتوا القوارض والحشائش الضاره، ما يهمنيش، انا جالي دلوقتي المحصول عندي في المصنع. قبل ما اقول كده اقول لك حاجه، عامه في حاجات في جسمك لما السجاير بتدخل، دي حاجه فيسيولوجي الاول، فيتامين A بيتكسر تماما في جسمك لما يدخل الدخان او يدخل النيكوتين، سميه النيكوتين، دي حاجه كده ملهاش دعوه، لسه ما اتكلمتش. فده عشان بيظهر كده التجاعيد، ودي اللي بتظهر عندك انك عجزت بدري، وده اللي بيسد نفسك عن الاكل، وده اللي بيخلي مناعتك بايظه، ان دي عدو فيتامين الف، وفي الوقت مع الوقت نظرك بيضعف وتلبس نظاره. دي حاجة. ثاني حاجة، ان السيجارة بتقلل من جهازك التنفسي قدرته، كل سيجارة بتقلل 11 دقيقة، عشان كده بيقولك انك كل سيجارة تقلل 11 دقيقة من عمرك. ليه؟ عشان بتقلل قدرة الجهاز التنفسي على استخلاص الاكسجين السليم. يبقى احنا كده بشوية فيسيولوجي. السيجارة جت انا موريس فيليب يا ولاد، وازاي اخليكم تشتروا السيجارة. جالي التبغ على المصنع وانا عاوز اوصله للسيجارة. اول حاجة بيعملوا بيتلجوه، التتليج بالفريون. اول حاجة الفريون ده الـ FDA يعني اللي هي وكالة الاغذية الامريكية منعت استخدامه، لانه بيبوظ الاوزون وبيبوظ الجسم وبيجيب بلاوي. ده لسه في الاول، ده لسه يعني بتجميد بس في الفريون. بعد كده بيعملوا ايه؟ بيحطوا مواد كيماوية على التبغ عشان يبقى الضعف ضعفين، يعني ورقة التبغ اللي قد كده تنفش، اسمه الفرش، بيفرشوها بيبقى الحته قد كده تبقى قد كده، عشان ايه؟ يكسبوا اكتر، ويبقى عندي الكميه اكتر واقدر ابيع منها اكتر، مع ان هي نفس الكميه بس بيحط كميات يخلوها تزيد. ده كل ده مش مهم. ثالث نقطه، بيعملوا حاجه اسمها ريكونستيتيوشن. اي حد في صناعه التبغ عارف يعني ايه؟ يعني انا بجيب التبغ اللي هو النفش ده، واقوم حاطط عليه حاجات تانية من شجر التبغ مش من ورق التبغ نفسه، يعني شوية أغصان، شوية خشب منه، شوية جذوع، شوية أوراق ناشفة، كل الكلام ده بيتحط على بعضه عشان إيه؟ يزود لي الكتلة. يبقى أنا نفشت الأصل أصلاً، التبغ الأصلي، وبعدين عملت ريكونستيتيوشن اللي هو زودت حاجات من شجر التبغ ملهاش أي دعوة بالنكوتين ولا التبغ ولا أي حاجة، أنا عايز أزود بس الحاجة اللي بتبقى جوه البودرة دي اللي قدامك دي، التبغ ده عايز أزوده. بعد عملت اعاده الهيكله وجمدت الحاجات دي قوي، ازود بقى في الكيماويات الفليفرز اللي هو عايز اي نكهات احطها عليه. بعد كده انا عايزها تعيش كميه كبيره، فاحط مواد حافظه على التبغ. انا كل ده لسه ما ابتديتش.
بعد كده بيدخل بقى بيبقى شيت كبير قوي 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 بعد ما حطيت الـ 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 الحاجات اللي تخلي ريحته حلوه والحاجات اللي تخليه ما يعفنش والحاجات اللي تخليه كميته كبيره. بعد كده يبقى شيت كبير يتقطع بقى ويبقى ايه السجاير الجميله دي. طيب انا دلوقتي طلعت لي السيجاره دي عندك، تعالى ناخدها واحده واحده. وخد بقى عندك، هل تعلم، هل تعلم، او على فكره الحلقه دي انا معرفش يعني لو عملت بومينج غالبا هيشيلوها، فبليز لو سمحتوا الحلقه دي اعمل لايك واعمل شير واعمل داونلود على الكمبيوتر وارفعوها على السايت بتاعكم وارفعوا على قنواتكم في اليوتيوب على الفيسبوك. انا يعني لله عز وجل حقوق الطبع، مفيش حقوق طبع لهذه الايه الحلقه. فنمسك السيجاره واحده واحده. اول حاجه عشان اوصل للسيجاره دي انا عايز اولع السيجاره. طب حضرتك لو انت ولعت كبريت وشويه هواء، السيجاره دي ايه؟ السيجاره ما بتطفيش والكبريت بيطفي. ليه؟ لان هنا حاطط لك غاز البيوتان او جزء من البيوتان اللي هو ايه بيتحط في الولعات اللي هو المشتعل ده، وبيحط في الحته الاولانيه دي جان باودر اللي هو في المسدسات اللي بيعمل الطلقه. اول ما تعمل الطلقه حاجه انفجار بسيط بيحصل فالرصاصه تطلع، بيحطه في الاول عشان النار تمسك فيها وايه وتبقى ما تطفيش. يبقى دي اول مصيبه في الحته الاولانيه دي، في جان باودر وحاطين اللي هو غاز البيوتان اللي هو بتاع الولعات. يبقى انا كل ده انا لسه في الاول، انا بس مجرد ولعت النار اللي في الاول. انا عايز دلوقتي الناس دي 1960 ابتدى الناس تربط بين الامراض القلب وتصلب الشرايين وبوظان الرئه والسجاير، فبطلوا يدخنوا سجاير. وانا كراجل صاحب اعمال عايز السيجاره دي تفضل حتى لو انت عارف ان هي غلط، اعمل ايه؟ رحت لبتوع الكيمياء كيميكا اللي هم بتوع الكيمياء، قلت لهم اخترعوا لي حاجه تخلي النيكوتين ده محدش يقدر يبطل السيجاره بتاعتي. اكتشفوا ان لو حطينا الامونيا، ايوه الامونيا، عارف الأمونيا دي إيه؟ لما تدخل حمام ريحته زبالة، ريحة البول دي الأمونيا، ريحة الأمونيا هي دي اللي بيحطوها على السيجارة عشان تعمل إيه؟ تخلي النيكوتين فري في الدم، يعني مش مربوط بحاجة، يعني مجرد ما تاخد النفس النيكوتين يوصل للمخ على طول، ما يقفش قدام المخ، ما يقفش في أي حتة على المخ على طول، اسمه فري نيكوتين. عشان كده حطوا الأمونيا اللي هي زي البول كده على إيه؟ على السيجارة. أنا كده لسه ما عملتش حاجة. حطينا بقى إيه؟ أول السيجارة في الأول هنا بيحطوا 75% من كمية النيكوتين. ليه يا حلو؟ عشان أنت لما تاخد أول نفس تتكيف تمام. بقيت السيجارة النيكوتين قليل جدا جدا جدا، عشان إيه؟ يحطوا لك ليه نيكوتين كتير؟ هو بس مش أنت بتتمخمخ من أول نفسين في السيجارة عشان هو ده اللي موجود نيكوتين، وهو ده اللي موجود الفليفرز اللي هي المحسنات الطعم في الأول، بعد كده انسى خشب. أدي أول نقطة. تاني نقطة اللي بيمسك السيجارة هتلاقي فيها خطوط، يعني خطوط مش عارف هتبان ولا لا، مش هتبان، بس في خطوط رفيعة كده في السيجارة. ايه الخطوط دي يا دكتور؟ حضرتك اولا الورقة البيضة دي جاية من الشجر، ورق الشجر لونه ايه؟ لونه بني. ازاي دي بقت بيضة؟ بيحطوا مبيضات مسرطنة، يعني حاجة بتبيض الورق. يعني انت بالظبط لما تجيب كراسة بنتك وتاكل الورق، هو اسمه بليشنج، عملية تبييض الورق دي، يعني حاجة مسممة عشان الورق يبقى ابيض، فده ورق مبيض بمواد مسرطنة. ما يهمنيش الكلام ده، ماليش دعوه. المهم خلينا في اللي جوه يا دكتور. ايه الخطوط دي بقى؟ الخطوط دي محطوط عليها ميثانول. ايه الميثانول ده يا دكتور؟ ده الخمر حضرتك، عارف الخمر المسكر، طبعا كميه لا تذكر، بس ليه بقى بيحطوا الميثانول او نوع الخمور او النوع الكحولي ده هنا؟ ما انت حضرتك لو ما فيش الخطوط البيضه دي هتطفي منك، فلازم خط يسلم خط تفضل مولعه، خط يسلم خط تفضل مولعه، فيحطوا خطوط ايه؟ الميثانول او خطوط او البيوتان اللي هو الغاز اللي تولع بيه في الاول هنا عشان تفضل السيجاره جميله مولعه ما تطفيش كل شويه، يعني حاطين لك حاجه زي الجاز كده حضرتك بس اسمه ميثانول. دي حاجه. تاني حاجه ايه بقى؟ المحسنات، ودي حاجه جميله قوي. الشركات حتى لو انت مش مكتوب عليها ان هي بطعم، بس ايه؟ السجاير للرجاله غير السجاير للستات. الرجاله المخ بتاعهم بيدمن طعم العرقسوس، طعم الجينجر اللي هو الجنزبيل، طعم القرفه، فبيحطوا ميكس زي المارلوبور والحاجات للرجاله، بيحطوا في الاول الفليفرز دي، فحتى تفضل مدمن للفليفرز او مكسب الطعم ده، لانك مخك بيحب الطعم ده، كرجل بيحب الطعم ده. انما الستات بيحطوا ايه؟ بيحطوا شوكولاته، بيحطوا فانيليا، بيحطوا طعم السكر، عشان الست في السيجاره اللي هي الانثويه الحاجات الرفيعه دي تحب طعم الحلو اللي في بقها،
اهدى، فتفضل اكنها مدمنه سكر بالظبط. بس هي ايه الفليفرز في السيجاره؟ في حاجه ما ينفعش اتكلم ما اتكلمش عليها النهارده، النعناع. يا نعناع يا منعنع، فوق يابا الكلام ده مهم ومحدش هيقوله والقناه هتتقفل وهتبقى ليلتها بيض. المهم النعناع بيتحط في الاخر اللي هو في اخر السيجاره هنا. النعناع ده بيعمل ايه بقى؟ طعم النعناع وركز وحياه ربنا يا ربنا يستر. النعناع ده لما بيتحط بيعمل ايه؟ بيعمل تنميل في الخلايا اللي في الزور، وبيعمل ايه؟ بيوقف الرفلكس بتاع الكحة. يعني انت لو عندك كحة اشرب نعناع يا ابني يا حبيبي، اهم حاطين لك النعناع، كتر الف خيرهم والله عشان ما تكحش. فانت النعناع لما ينملك ما تحسش بالدخان ومفيش كحة شغالة فتسحب اكتر، فسحبت السيجارة اللي بالنعناع ضعف كم النيكوتين اللي من غير نعناع. دي حاجة. تاني حاجة، طول ما انت جهازك التنفسي منمل، لو حصل فيه سرطانات، لو حصل فيه التهابات، لو حصل فيه حاجة، ما تحسش إلا في الآخر خالص لما الدنيا تبوظ، لأنه متخدر طول الوقت إيه بطعم النعناع أو بإضافات النعناع. يبقى كده طعم النعناع والطعوم بتاعت الإيه الرجالة والستات. في حاجة بقى عشان دي تتحفظ ما تعفنش وتقعد بالثلاث سنين ولا بالفترة بتاعتها، بيحطوا فورمالدهايد. ايه يا دكتور الفورمالدهايد ده؟ لما كنا في الكلية سنة أولى وتانية بيحطوا الجثث في حاجة اسمها فورمالين من عيلة الفورمالدهايد دي، مادة حافظة تحفظ الجثث بعيد عنك، عشان ايه؟ السيجارة تبقى محفوظة ومفيش ما تعفنش أو الريحة بتاعتها ما تتغيرش طول الوقت أثناء وهي محطوطة على الرفوف قبل ما تتباع. نيجي بقى للحتة الحلوة، الفلتر. الفلتر ده في الخمسينات والستينات ابتدوا يخترعوه. ليه بقى؟ لأن حضرتك السيجارة دي سخنة جدا جدا، يعني انت لو حطيت حطيت السيجارة كده جسمك يولع. طب وما اللي بتاخد السجاير دي على صدرك ازاي؟ ما هو ايه بقى؟ ده لو بصيت للفلتر هو عبارة عن أخرام هواء، فوانت بتاخد الدخان السخن قوي 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 ده، الهواء يدخل من الجناب كلها فيعمل اريشن، يعمل يبرد الدخان السخن قوي 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 ده، كتر الف خيرهم والله بيحافظوا على صدرنا. مش دي الحاجه الحلوه اللي في الفلتر؟ بس الفلتر ده فيه كارثتين مصيبتين. اول حاجه هو بيمسك الاطران، وانا مش هتكلم، انتوا عارفين الاطران الاسود ده اللي هو كل 20 سيجاره تعمل لك حوالي 10 من 5 مللي اطران، اطران مش هتكلم عليه، انتوا عارفين. هو بيمسك الأطران، عشان كده انت بيبقى اسود بعد ما تخلص سيجارتك، بيمسك 30% من الأطران والأطران التاني بيروح ايه لجسمك. مش دي نقطتي، نقطتي ايه؟ ان الغلبان المسكين ده معمول حاجة اسمها من سيليلوز. الفلتر السيليلوز ده ما بيحتملش الحرارة، يعني بيحتمل الحرارة لغاية النص، بعد كده ما يقدرش، ما بيستحملش الحرارة، فيبتدي ايه ديجريديشن، يبتدي يتفكك. الفلتر يتفكك، السليلوز مادة لا تهضم، يعني الجسم البشري لا يستطيع استخدامها فبتترسب. فانت كل سجارة نص الفلتر من أجزاء صغيرة السليلوز بتترسب في الرئة، سبب رئيس لسرطان الرئة، سبب رئيس للوظائف اللي بتبوظ في الرئة، السليلوز المسرطن اللي بيدخل يرشق في الحويصلات الهوائية لأن الفلتر ما يستحملش درجة الحرارة عالية قوي طول الوقت. يبقى ده الفلتر. فكده انت بقى عرفت الجدول التشريحي لهذه السيجارة. على فكرة انا واخد السيجارة دي من واحد صاحبي، ويعني هيجي يقطع التصوير ويقول هات سيجارتي. المهم فانت دلوقتي عرفت حضرتك السيجارة دي عبارة عن ايه؟ ادمان النيكوتين بقى الضعفين والتلاتة عشان في امونيا اللي هو البول يعني. فانا ابطل ازاي؟ لو انا عايز ابطل، لو انت اقتنعت ان انا كبائع ملياردير قاعد في لاس فيغاس وحواليا صلاة القمار وعمال اخد من جيبك واخد من صحتك، ازاي تبطل؟ ساعدني لو سمحت. حاضر، احنا عندنا مصيبتين مش مصيبة واحدة في النيكوتين، وركز معايا الكلام ده مهم قوي. انت مرتبط النيكوتين، مخك عايز نيكوتين، لان لما انت تسحب نفس سيجارة النيكوتين المركزة في الاول الدوبامين بيعلى والسيروتونين بيعلى اللي هو الناقل العصبي اللي بيخليك تعمل بعد السيجارة، إحساس السعادة بعد السيجارة، وبيطلع شوية اندورفين. يعني إيه الاندورفين ده؟ ده لما تحصل ألم المخ يدي اندورفين عشان ما تحسش بالألم. طبعا هو المخ بتاع ربنا بيطلع مورفين مثلا
ان اندورفين بس انا هو المورفين مثلا 1 في المليون، اقل جرعه هيروين او كوكايين او سجاير بتطلع مثلا 10 أضعاف الاندورفين بتاع مخك. فلما يجي اندورفين من بره المخ يوقف الاندورفين بتاعه، خلاص ده في شنط اندورفين يا حاج جايه لي من بره، كوكايين او هيروين او سجاير، فالمخ بيوقف. فانت اول ما توقف السيجاره الاندورفين ما بيفرس، فجسمك مكسر وفي الام فظيع. ليه؟ لان المخ ما بيفرس الماده اللي ما تخليكش تحس بالالم. فانت دلوقتي عندك اعراض اللذه راحت، جسمك وجعك، هرموناتك اتلخبطت لان في ستريس الجسم. ايه الاستريس الغريب؟ انا كنت متعود اريح بالنيكوتين، فالاستريس يخليك تاكل كتير. دي النقطه الاولانيه عن الجسم. النقطه الثانيه انت متعود، وهي دي المصيبه، دي المصيبه اللي انا لازم اركز عليها كطبيب. انت متعود تدخن، متعود دي في صباعك، متعود تطلع الـ البريك بتاعك تاخد سيجاره، متعود لما تتعصب تدخن، متعود حاجه في ايدك طول الوقت. دي عاده. ان انا اكسر كريفنج بتاع السكر او الكريفنج بتاع السجاير سهله، اقول لك ازاي. انما عشان اكسر عاده ده عايزه وقت. انا مفيش حاجه في ايدي، متعصب مفيش السحبه دي. فانا اكسر العاده ازاي؟ ده علم تاني خالص. يعني عشان اكسر عاده لازم احط عاده جديده حيز التنفيذ. عشان اكسر عاده ما ابعد عن اي حاجه تفكرني بالعاده. لو في ستريس، راجع حلقه الستريس، قال الستريس خالص، ابعد عن اللي بيدخنوا، ابعد عن المجتمعات اللي فيها تدخين كتير، ابعد عن البريك، خد بريك في وقت تاني، ابعد عن اي حاجه تعصبك، امسك دايما قلم او امسك سواك او امسك بتاع الكرة اللي هي بتاعت العصبية دي. اعمل عادة جديدة مكان العادة القديمة، لغاية العادة القديمة ايه؟ المخ لو ما لقاهاش بتيجي كتير هيشيلها من الذاكرة، هيحط العادة الجديدة مكانها. تمام؟ يبقى دلوقتي انا دلوقتي بحارب حاجتين، بحارب العادة وبحارب سحبة النيكوتين. سحبة النيكوتين ممكن تحول على الالكترونية مثلا فيها، او اللي هو الفايب ده في نيكوتين اقل طبعا مضر وهيودينا في داهية في الآخر، بس برضو إيه يعني كتحويلة من النيكوتين. لو أنت جدع بقى وجامد جدا وعايز تدخل، أنا داخل رمضان هطلع من رمضان مش مدخن، أعمل إيه يا دكتور؟ أقول لك أنا كم معلومة بسيطة. أول حاجة الكريفنج بيقعد من 5 لـ10 دقايق، يعني أنا عايز أدخن. لو أنت رحت كلمت حد تاني، لو انت شغلت نفسك باي شيء، لو انت قرمشت اي حاجه، لو انت خدت اي عصير، لو انت طبعا عصير مش سكر كتير، ما يجيلكش سكر عشان بطلت سجاير، لو انت شربت حاجه، لو انت خدت نعناع في بقك، بعد 10 دقايق الكريفنج ده هيروح. لو انت شغلت مخك بحاجة تانية زي تطلع سلالم وتنزل، الكريفنج هيروح. لو انت ابتديت تبطل السجاير مع واحد تاني كلمته كل ما تضعف وهو يكلمك كل ما يضعف، هتبطله اسهل. لان احنا ليه الناس بتصوم في رمضان كلها بسهولة وتبطل معاصي بسهولة؟ لان معظم الناس عايشين مع الجماعة. انا كائن اجتماعي، يلا بينا يا اولاد نبطل سجاير، فنشجع بعض. شوف حد 2 3 شجعوا بعض، ابعت له الفيديو ده قول له يلا هنبطل سجاير، هنبطل ياخدوا من جيوبنا ويضحكوا علينا ويحطوا لنا 40 مادة مسرطنة علنا ومعروفة في هذه السجارة، وبوظ كبدي وسرطان المثانة لا يأتي إلا في الناس المدخنين 65 ضعف، سواء مدخن سلبي أو سواء إيجابي. سرطان المثانة مرتبط ارتباط وثيق بالسيجارة، مش هكلم على الصدر، انتوا عارفين الرئة واللسة والكلام الفارغ ده. فانت اعمل جروب، ربي عادات جديدة، حط حاجة في ايدك طول الوقت، اندخ حاجة او اشغل بقك بحاجة، استنى 10 دقايق، كل ده هيخليك تبطل الكرافنج للنيكوتين وتكسر العادة. العب رياضة، الرياضة دي مهمة جدا. لما تلاقي نفسك بتكح وعيل عنده 16 سنة بيشيل عندك 50 مرة وانت مش قادر تتحرك، هتتحفز انك تعمل كده. نقطة عامة برضو في اي هدف جديد، سجاير او غير سجاير، دايما حط الهدف قدامك، اكتبه على الموبايل، اكتبه في الحيطة، اكتبه على المكتب، اكتبه في العربية. انا استاهل جسم سليم، انا ما استاهلش ابقى مدخن، انا استاهل احافظ على صحتي، انا استاهل اعيش سنين بصحة، محدش هياخد معايا اول جرعة سرطان، محدش هياخد اول جرعة لو انا جالي فشل كبدي او فشل كلوي او سرطان رئة، محدش هيشيل معايا، انا اللي هشيل. انا استاهل ان انا اعيش لعيلتي بوقت صحة أكتر، أدي ولادي من وقتي ومن فلوسي ومن رعايتي أكتر ما بتسرق
بالسيجارة. حط دايما الأهداف، ولما تضعف كلم زميلك اللي هو عايز يبطل معاك، أو افتكر انت ليه ابتديت، لأن انت تستاهل تحافظ على النعمة اللي ربنا اديها لك. تستاهل ما تعيش بريحة ريحة بق مش جميلة، تعيش من غير أمراض قلب ومش عارف تتحرك وأي حاجة تنهج وكبدك بايظ والرئة عندك ما تشتغلش مليانة أطران وسيلولوز. أنت تستاهل أفضل من ده. ضحكوا علينا كتير بالسجارة، ضحكوا علينا إن لما حد يكلم بتوع السجاير يقولوا اللي بيدخنوها أدلت يعني بالغين، وهم لو عايزين يبطلوا يبطلوا. لا، مش عايزين يبطلوا، لأن أنتوا ما قلتوش المعلومات دي، ما قلتوش أنتوا حطيتوا إيه في السجارة، ما قلتوش ليه الناس مش عارفة تبطل سجاير، وإيه اللي جوه السجارة دي، مع إنهم كل يوم في كل دقيقة بيموت 7 بسبب السجاير. أنا كده خلصت رسالتي عن السجاير، أروح بقى أرجع السجاير دي لصاحبها. شكرا لكم ان انتوا كملتوا معايا لاخر. ارجوكم اعملوا داونلود للفيديو ده، شيروه على قد ما تقدروا. الكلام اللي بيحصل في السجاير ده بيحصل معانا في الاغذيه، في حاجات الاطفال اللي هي الشوكولاتات والسنيكرزات والبيبسي كولا. احنا كل حاجه بيخبوا علينا الحقيقه عشان عايزين فلوسنا وعايزين صحتنا، يسرقوا صحتنا. هم ما يهمهمش ان احنا صحتنا تبقى تمام، ما يهمهمش ابقى فقير وبدفع اللي معايا عشان اجيب سيجاره. هم يهمهم يزودوا مليار ولا مليار ولا ورا مليار عشان ناكل سكريات ونجيب كل الامراض وننفع شركات الادويه ان احنا ناخد سجاير ونضر عيالنا ونضر اقتصادنا ونضر انفسنا ونضر صحتنا، بس هم يكسبوا الجنيه. هو تحدي بين المدخن وبين الملياردير الباشا صاحب شركة السجاير مهما كانت. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. انا حطيت الصورة واضحة دلوقتي، انت عارف المعلومات كلها. انشر المعلومات دي وحاول تبطل. اوعى تجرب السيجارة، ولو بطلت ولو بتدخن حاول تبطل النهاردة، ولو ما بتدخنش ودي الفيديو لحد يمكن نكسب ثواب انه يبطل سيجارة. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم، باي.